قال نرسلها لنفسه منجل نفسه. ايوه لانه هو اللي كان محروم. لان ابو نايف مشغول بالاكل افتعل عندي. لانه هو اللي كان محروم من تسجيل فترتين حقت بنتلي. ممكن يعني يقدر يمدي يحذفها. الموسم قلنا لكم صاخن القادم جدا. احنا مع الصخون جدا جدا جدا. هذا عشان اقنع فيصل وعبد الله شريد. ها ما لازم تقنعهم عشان اقنعهم. انا هذا مصر والله اتمنى اراهنك يا عبد الله. والله اتمنى والله اتمنى صراحه الحين. بس البوادر ما اقول لك ما تاشر. تكلمت عن فترتين تسجيل صح؟ طبعا سوالف يعني ممكن يرد الحين مثلا مو بنا سامي مو بنا يرد عليه بالتعاقد ما في اثباتات يعني القضيه ويقول وانت برضو ممكن اخلك توصل كذا فحسوا يعني. بس الحقيقه اللي واضحه الحين احنا عندنا ان في 19 ابريل كان الهلال ممكن يحرم وقالها رئيس النادي. هذه عاد يعني زي ما يقولون خلينا نقول ما يبغى الطقه توقف عليه تعرف اللي يعني غلط نكبه. انت محروم تسجيل فترتين ما في حرمان ولا في شيء ولا يعني في ظل متابعه الهيئه يعني ممكن ممكن يقول كلام ما يهرو العبث. ايوه يعني يهرو العبث عبث قاعد تعزز ليش يا بندر؟ ما عززت معي بندر. لا 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 ولا مره صرت معي. لا معك على طول ولا مره قلبا وقالبا. لا والله معك بندر وقت بندر اناقش معك يا ابو انت يا بندر خلينا نناقش خلينا نناقش. لا 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 اناقشك. اها لا يعني مره الحين ارتفع احس في البرنامج في البرنامج خليني انا بس المذاكرات جانبية ترى اقلية انا هنا يعني كم واحد هنا خلك معي شوي. لا شوف ابو نايف انا مع توازن 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 انا واحد بس انت ونايف عن 100. طيب تم يلا بسالك اسالك تبين اسالك ولا ما اسالك ابو نايف؟ لا لا بالعكس تفتات كلنا قلوب مفتوحة. اذا عجز على الاجابة اسالني. طيب سامي بيغرد من فراغ ابو نايف؟ والله اتوقع انه بس رد للرد فقط. انا هذا وجهة نظري الخاصة مناكفات يعني هذه رد للرد ما فيها اي شيء. انا اعتقد سامي بس انا يعني خلاص ولا اتوقع ان شو اسمه ابو فهد السويلم ما راح يرد قراءه كذا قنابل دخانيه. انا اتوقع انه ما راح يرد. نقدر نقول قنابل دخانيه. لا لا ولا تجي ولا صوتيه ذي ما منها اي فائده. ها هذه صوتيه ما منها اي فائده. ابو باللي ابو ساري ايش كنت بتقول؟